إذا صباح الخير متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذه المباشرة، نتمنى أنكم تكونوا بصحة وسلامة وعافية، وحنا على بعد ساعات قليلة يعني باش نصبحوا إن شاء الله في العيد الأضحى المبارك السعيد. تنعرفوا بأنه الانشغال تيكون كبير ديال المواطنين وديال المغاربة بشكل كبير، أنه لاقتناء أضحية العيد، يعني باش أنه يتم الاقتناء ديال أضحية العيد. تعرفوا بانه كاع الانشغال كله هو الاهتمام ديال المواطنين وديال المغاربه بصفه عامه، وهو انه كيفاش يعني يوفر الفلوس او الثمن ديال اضحيه العيد في الوقت. تنعرفوا بانه كل بيت في المغربي او انه اي صالون مغربي بطبيعه الحال ولا بد من يعني كما تنقولوا من الحلوى الصغيره اللي تحطوها للضيافين، كاين اللي ما تيبغيش يعني كتيبغي يستقبل ضيوفه يوم العيد ولا الحباب ديالو ولا العائله ديالو يعني بالحلوى ديال العيد. وهذا هو اللي دفعنا اننا باش نقوموا بهذا المباشر هذا باش نقربكم. واش كاين شي اقبال بالنسبه يعني الحلوى الصغيره يعني حلوى ديال الصالون؟ واش كاين شي اقبال ما كاينش؟ وبطبيعه الحال واش يعني كاين الوفره بخصوص يعني الحلوى الصغيره يعني البتيفور تيقولوا البتيفور، واش كاين شي اقبال ولا ما كاينش شي اقبال؟ هذا هو السؤال اللي غادي نسالوا بطبيعه الحال اصحاب هذا المحل هذا اللي هنايا اللي تتواجد في ابواب مراكش، اللي تنشكرهم من خلال هذا المباشر انهم فتحوا لنا الابواب ديال المحل ديالهم باش اننا نقربكم حتى بطبيعه الحال المحل يعني الكوزينه ديالهم ديال الكوزينه يعني اللي تيحضروا فيها يعني هذا الشيء ديال الحلويات الخاصه بالعيد. يعني فتحوا لنا الابواب كامله ديال المحل ديالهم، مشكورين باش انهم يعني قربوا المتتبعين ديال قناه شوف تي في وقربوا كذلك المغاربه بصفه عامه من الاجواء ديال التحضير ديال حلويات العيد في الوقت اللي تنعرفوا بان دروك راه رحبت يعني عامرين بالمواطنين كلها وتيطلب زهرو بالنسبه يعني الحلي ديال العيد. العموم احنا كما تشوفوا تبارك الله ما شاء الله يعني تيبان لي بانه العرض متوفر، يعني الحلويات متوفره بشكل كبير في هذا المحل هذا، الحال كحال يعني المحلات كلها هي الباتيسريات يعني المخبزات ولا الحلويات بطبيعه الحال في المغرب بطبيعه الحال. ولكن السؤال تيبقى دائما مطروح والسؤال العريض، واش المغاربه تيجيو تياخذوا الحلوى ديال العيد يعني الحلوى الصغيره اللي تيقدموها للحباب ديالهم الاصدقاء الناس اللي تزورهم يوم العيد؟ هذا هو السؤال الكبير والسؤال المطروح، واش الاهتمام فقط كاين فقط بخصوص الحلي ولا حتى الناس كاين واحد الاقبال بخصوص يعني الحلويات يعني حلويات العيد بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي غادي نطرحوه على الشاف هنايا، يعني الشاف باتيسري اللي كاين هنايا، ولا هادي جاوبنا هادي جاوبنا بطبيعه الحال على السؤال ديالنا من خلال هذا المباشر. وغادي يقرب كذلك المغاربه من الاثمنه الخاصه بالحلويات. شاف تشوفوا انه كاين تنوع تبارك الله ما شاء الله، كاين تنوع ما شاء الله كما تشاهدوا معنا، كاين واحد التنوع، كاين واحد الوفره ما شاء الله، كاين واحد الوفره كثيره. شوف يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا من خلال هذا المباشر. لا مرحبا سيدي. بلاتي لا تكضر صافي. مرحبا بك يا الشيف معنا من خلال هذا المباشر، يعني يا خليك انا شاد عليك الميكرو، انا بغيك تدوي لنا على بخصوص يعني الحلوى البتيفور كي تقول انتم البتيفور البلدي 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 يعني واش كاين شي اقبال ديال على البلدي ولا ما كاينش؟ لا الحمد لله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الكوزوين، عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه. كي سولتيني على الاقبال ديال البتيفور، الحمد لله الاقبال راه هو الحمد لله خدامين بخير وعلى خير، الكليان ديالنا راه فرحانين بالنسبه للي برودوي، بالنسبه للي كاليتي، بالنسبه للاثمنه تا هما درنا اليوم اثمنه جد مناسبه باش نحتفلوا كاملين ان شاء الله بهذا العيد ان شاء الله المبارك. وكي شافوا راه دخلتوا جبتوا واحد الدوره على لي لابو ديال البتيفور وديال الباتيسري، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله. ومرحبا بكم عندنا، وتنجو البتيفورات دابا البتيفور هو كلها ديال لي ماروكان وديال الفرونسيز والبريستيج تا هو، يعني كلشي خدامين فيه باش نوفروا
لي كليون ديالنا كاع المنتوجات اللي يحتاجوها ان شاء الله. والحمد لله الامور هي راه كلها هي راه تتبان ونتمنى والله التيسير. يعني تنشوف بانه تطورت بشكل كبير، تطور الباتيسري بشكل كبير في المغرب، وتبارك الله تنشوف بانه غادي تتزاد يعني ولات يعني صناعة مختلفه بشكل كبير. يعني كيفاش تشوف انت الباتيسري في المغرب؟ والباتيسري مهنه شريفه، مهنه شريفه، والحمد لله راهي غادي تتطور، والحمد لله راه هي غاديه في واحد الاقبال اللي هو كبير. وتا الناس الحمد لله حتى هما راه ولاو تيعرفوا لي باتيسري وتيعرفوا المنتوج المزيان وتيعرفوا بزاف ديال الحوايج. والحمد لله راه الامور كلها هي راه بين ليكم. نعم، واش شنو الفرق ما بين العيد الصغير والعيد الكبير في الاقبال على الحلوى؟ هو سؤال محرج. هو ما كاين فرق ما بين العيد الصغير والعيد الكبير، غير هو العيد الصغير ما تبعهم خروف، ما تبعهم مصاريف. يعني الانسان تيحتفل بداك الصيام ديالو، تيحتفل بعيد الصغير بالفطورات وبالحويجات ديالو العيد وسميتو. وبالنسبه للعيد الكبير راه انت عارف كاين شويه الاحتفال ديال الفطور وشويه الاحتفال ديال الحولي، هذا هو الفرق اللي كاين. ما كاين لا فرق لا والو، بحال يعني المغاربه ضروري اليوم الحلوى الصغيره. لا ضروري، هذيك من جدودنا، العادة ديالتنا من جدودنا، خصنا الفطورات وخصنا ديك الساعة طلب باتيسري. ديك الساعة في هذيك الوقت كانت شوية ناقصة سميتو، يعني الكونتيتي ديالها ما كثيراش لي بولونجي، وكانوا تيحتفلوا في الديور وتنصابوا كل شيء في الديور. ضروري هذاك، ضروري بحال الحوايج العيد. ضروري دروك كل شيء الذي تشرى في الباتيسري. لا كل شيء الحمد لله، كل شيء تيطفر، كل شيء كل شيء الحمد لله تنوفروه لجميع الناس. كاين شي اقبال بالنسبه للناس المواطنين؟ يعني كاين شي اقبال على الحلوى يعني بتفور الحلوى البلديه؟ لا الحمد لله، من لي فيرتير ان شاء الله الحمد لله فاش داز اللهم لك الحمد، عندنا اقبال، عندنا لي كليون ديالنا، عندنا الناس يتشكروا بينا وحتى حنا لينا الفخر بهم. وهذا هو اللي غنقول لك، يعني الاقبال راه باين الحمد لله، راه خرجنا الستوك الاول وخرجنا الستوك الثاني وهذا الثالث هو خدامين فيه، وباقي عندنا لي كوموند الله يبارك. الله يوفقك. اللهم لك الحمد. الأثمنة جد مناسبة، راه داير للناس. درت واحد البرومو اللي درت لهم بمناسبة عيد الأضحى، درت لهم أن كيلو، يعني كيلو تتخلص كيلو وعندك 200 غرام يعني غراتوي، 200 غرام غراتوي، لا في اللوز ولا في البريستيج ولا في الماروك ولا في البلدي اللي هو الغريبة والفقاس ولا في الفرونسيز. يعني كاع درت لهم هاد 200 غرام هادي درتها لهم غراتوي بمناسبة عيد الأضحى، ومرحبا بهم. شكرا لك الشيخ، الله يبارك فيك. نشوفوا الشيخ معنا. السلام عليكم. يعني اللي دخل يعني جا من ديال المهجر يعني من فرنسا بالضبط، في الأخير باش أنه يدخل هذا المشروع باش يدخل يعني تاق في استثمار في زمن كورونا، ماشي مستاهل. يعني كيفاش جاك الاستثمار بعد من بعد زمن كورونا؟ بعد زمن كورونا الضغط ديالك. السلام عليكم سي وردي كريم، جيرون ديال كوزوين. مرحبا بكم في كوزوين. درنا داك المحل بوغ مونطخي ان تي بو ديال لا مودرنيتي في لي برودوي في البلدي، في الماروكان، في لا باتيسري، في لا فينوازري، حتى لا بولونجري مع لي بان سبيسيو. درنا داك الشيء في لي كارتي بوبولير، هكا طلعنا شي شويه النيفو ديال لي كارتي بوبولير، هكا يعرفوا شنو هو لا كاليتي لي برودوي اللي تيخرجوا من الدار بيضاء بانانيغوس، واحد لا كاليتي زوينه كي 100% شوكولا ديال لا بلجيك. و عندنا واحد لو برودوي و لي شيف حتى هما زوينين، عندهم لا كاليتي، عندهم ليكسبيريونس، عندهم لاغ دو لا باتيسري، لاغ دو لا فينوازري. دابا الحمد لله حلنا دوك اليامات، كلشي زوين، الناس بغاو يشوفوا البرودوي، بغاو يشوفوا البرودوي، كاينه في كلشي ثمن، اللي عنده الفلوس كان ديالو، اللي ما عندوش كان ديالو حتى هو. درنا ثمنات زوين من 60 درهم حتى 140 درهم البلدي، 100% اموند اللوز. عندنا البريستيج تا هو 140 درهم، عندنا لي بتي فور فرونسي 150 درهم الكيلو، لي زونترومي 140 درهم الكيلو، كلشي زوين، كلشي 100% طبيعي، افيك دي برودوي ناتوريل اي بيولوجي اي طبيعي ناتوريل كوا، دي برودوي ناتوريل. دونك فوالا، بحال قال لكم الشيف، كاين لي كوموند الحمد لله، كاين لي كوموند، عندنا لي كوموند تزايد. ما فكرناش على هذاك الشيء، قلنا غادي نحلو، غادي يجي هذاك الشيء بشويه، وسبحان الله العظيم جا هذاك الشيء شي شويه بوم. مع لي كوموند، عندنا لي كوموند ابخي العيد. دونك الحمد لله نطلبوا الله يكون خير ويكون
يعني ما كاينش زياده في السلعه بالنسبه لهذا الشيء مع العيد تنعرفوا بعض ما تيكون ديك زايد الشوكولات زايد تزادوا شي شويه في الثمن ضروري تزادوا في شويه في الثمن. حنا دابا درنا داك البروجي في لي كارتي بوبولير باسكو الكرا ماشي بحال لو سونتر فيل دونك بعدا الا ما عندكش الكرا غاليه ايوا عندك فين تلعب دونك تطيح شي شويه الثمن تدير لي بروموسيون وحدنا انفستيسمون بيرسونيل في هذاك لو بروجي الناس خدامين ما تيعطيو لو كور تيعطي لونفي تيعطي لا تيعطي لو سميتها كيفاش نقول لكم يعطي لونفي ديالهم بور فير ان برودوي دو كاليتي افيك بيان سور لو كور اي كوم اون دي اي سون با بريسي بور بلان دو شوز اي سا باس تري بيان الحمد لله اون اي كونتون اون اون ايكيب كي فورميدابل كسا سوا لي فوندور كسا سوا لي باتيسيي لي كويزينيي تو سا تو مون ترافاي ان بون هومور ان هارموني الحمد لله سلا نو بيرمي دافوار واحد لو برودوي زوين. ايوا هادشي اللي قلت لكم دابا بحال قال لكم الشيف سعاد كلشي كلشي ديالكم مرحبا بكم عيد مبارك واللي بغى شي حاجه شي زوين مرحبا ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو سي بحال بان لكم هذاك ماكازان دابا الاول في مراكش بان لكم ماكازان دابا الكليون تيدخل نعم تيبان لي العيالات اللي تيصوبوا الحلوى بلدي ولا لاباتيسري ولا الشكلاط دونك في اللابوغاتوار لي نورم ديجين كاينين الكمامه لي كون تيمشيو كلشي 10 دقائق تيديروا نيتواياج ديال اللي يديهم دونك كاينه واحد لو باساج ديال لو سال لو باساج ديال لو بروب كلشي لي نورم سيكوريتي ولي نورم انسوندي بومبي كلشي كاين فوق زوين وتيبان للكليون دونك الكليون تيعرف فين تيتصب الحلوه كيفاش تيتصب الحلوه والحمد لله كلشي بخير الله يوفقكم تبارك الله ما شاء الله. الميزه يعني من هذا المباشر يعني باش نعاودوا ناكدوا لكم بانه هاد لي شاف يعني هنا في ابواب الضحى ابواب مراكش يعني داير الكيلو يعني الكيلو معاه 200 غرام يعني 200 غرام 100 غرام 140 درهم الكيلو لا لا غراتوي 200 غرام يعني كل واحد كل كليان تياخذ يعني الكيلو تيجي معاه 200 غرام يعني غراتوي ديال العيد يعني هذه بحال التعييده ديال العيد بطبيعه الحال ما شاء الله. ما نشوفوا معنا واحد الكليان اللي يعني هو قرر انه باش تبارك الله ما شاء الله هذا كيلو دابا اييه هذاك ولي بلاطو تبارك الله. نشوفوا معنا يعني واحد الزبون اللي هذه قربنا يعني يعني من علاش هو قرر انه ياخذ الحلوه ديال العيد وكيفاش جاوا الاثمنه خصوصا مع هذا العيد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا بخير. الله يطول عمرك. الحمد لله. سؤال علاش قررت انك تاخذ الحلوه ديال العيد؟ ايوا اش نقول لك بانت لي يعني لو بري مزيان متناول والجوده كاينه لا كاليتي يعني وكاين السلعه يعني متنوعه ايوا اللي كتلقى فاش تخير حتى الجوده كاينه والثمن مزيان. واش الحلوه ضروري من الحلوه ديال العيد؟ واه ضروري ضروري الحلوه عرفتي المراكشي راه ضروري الحولي وضروري مع الحلوه نهار العيد يعني الانسان اللي شرى دابا وجد الحولي راه ضروري اللي خصو فهمتيني ضروري الحلوه ضروري يعني راه عرفتي الوليدات والعائله لا الحمد لله حتى الجوده كاينه يعني مخبزه في مستوى يعني داك الشيء راقي يعني كل شيء كاين يعني المسائل النظافه كاين الليجين يعني كل شيء هو داك ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله. نتمناو لك بارك الله فيك. على العموم كما تشاهدتم معنا وتابعتم معنا متتبعينا من خلال المباشر اليوم حنا حاولنا نقربكم من الصوره بطبيعه الحال ديال الحلوه ديال العيد اللي ربما اغلبيه المغاربه تيكون الاهتمام ديالهم الاهتمام الكبير ديالهم وهو انهم يقتنوا اضحيه العيد في حين انهم ما تيكونش يعني ما تيديوهاش يعني في الحلوه يعني قربناكم حاولنا نقربوكم الاثمنه انه كاين الوفر تبارك الله كاين الاقبال على الحلويات اللي كان الناس المغاربه اللي تيفضلوا انهم يعني ضروري من المائده ديال العيد واخا الشوا واخا يعني واخا القتبان انهم تيفضلوا انه يكون عندهم يعني حلوه ديال العيد في الطبله بطبيعه الحال يعني تبارك الله ما شاء الله. احنا في هذا المحل هذا كما تشاهدوا معنا باش يعني شاهدتوا كيفاش تيتم تحضير الحلويات يعني الحلوه البتي فور كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر وكذلك الطريقه ديال التحضير
يعني والاستعدادات. نتمنى ان شاء الله لكم العيد مبارك سعيد للجميع. شكرا لكم متابعينا وعيد مبارك للجميع. شكرا للمتابعه وتحياتكم متابعينا خلال هذا المباشر.